مواهب على الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الإعلامية الصغيرة شكران حسين. أنا موهوبة الحمد لله ربنا، أنا علي مواهب كتيرة، التمثيل والتقديم، وبألقي شعر، وبتشرف أني ألقي شعر من أشعار الأستاذ الكبير أحمد مرسي، وكمان معلقة صوتية ومدبلجة ولعبة تايكوندو. أنا جاي النهاردة علشان أوفي الدعوة الكريمة للدكتور حاتم العناني، أنا بشكره جدا، وبشكر الدكتورة غادة طبعا، وبشكر الأستاذ الشاعر الكبير أحمد مرسي، وطبعا أنا أخص الشكر للأستاذ أحمد مرسي ودكتور حاتم العناني على الدعم الكبير اللي دهوني في وقت ما أنا كنت تعبانة قدام الناس كلها. أنا مش جاية النهاردة بس عشان أوفي دعوتهم، أنا كمان جاية عشان أشكرهم. شكرا لحضراتكم جدا. دلوقتي هلقي على مسامع حضراتكم قصيدة بعنوان مواهب على الطريق، كلمات الشاعر الكبير أحمد مرسي، إلقائي أنا الإعلامية الصغيرة شكران حسين. موهبتك فن وإحساس وملامح بتبان للناس، تدخل جوه الروح والقلب بمشاعر مليانة حماس. إياك تهمل يا موهوب أو تنسى الموهبة والتوب، اوعى تفكر ربك يقدر يجبر خاطرك بالمكتوب. دور الأسرة مهم كتير، افهم طفلك هو أمير. صح جذور الورد النايم وازرع بيتك كله حرير. انت صحيح جواك فنان، والفنان رسام او شاعر، يلا اهتم بقى بموهبتك، ده الموهوب بقى كله مشاعر. شق طريقك يلا اتعلم، تبقى كبير بقى كده ومعلم. موهبتك قدام الناس بتأثر فيهم وتعلم. بص معايا هنا، بص معايا هنا، بص معايا.